السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وحلقة جديدة من النهاردة إن شاء الله في قناتكم، قناة طي للجميع مع الشيف سيد أبو الدهب. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع حضراتكم المكرونة الفوتوتشيني بصوص الألفريدو، وهنعمل البنة بصوص الألفريدو. إن شاء الله هنعمل إن شاء الله النهاردة صوص الألفريدو، الصوص الكريمي الأبيض الإيطالي. هنشوف النهاردة طريقة التصنيع وهنشوف طريقة العمل، ويا رب حلقة النهاردة تنال إعجاب حضراتكم. يلا نشوف مع بعض المقادير ان شاء الله. المكرونه بالشرايط النهارده المقادير بتاعتها ان شاء الله عباره عن 200 جرام مشروم، زيتون، التوابل ماجي، زعتر وروزماري، فلفل اسمر، ملح. معانا الخضار النهارده البنه، مشروم، فلفل اصفر، فلفل احمر، وبصل، وزيتون. نص كيلو مكرونه من الشرايط زي ما حضراتكم شايفين، هي مقاسات واحجام، طبعا ده الحجم الوسط منها. معانا المكرونه البنه، طبعا المكرونات بتتسلق نص سلقه يا جماعه. معانا النهارده معلقتين توم، معانا نص كيلو لبن، ونص كيلو كريمه. الكريمه نوعين، نوع طهي ونوع خفق. نوع الطهي هو اللي بيستعمل في الاكلات، نوع الخفق بيستعمل في الحلويات، في الحاجات البستري. معاه نص كيلو فراخ بانيه، فراخ متقطعه كريهات زي ما حضراتكم شايفين، وفراخ البانيه شرايح، ديت هتبقى للجرنش على وش الطبق. ومعانا حاجات اساسيه للصوص الالفريدو المكرونه، ده صوص اسمه صوص ريحان، اسمه صوص بيستو. هنشوف النهارده طريقه العمل، دي حاجه اساسيه جدا في الحاجات الايطالي. ومعانا جبنه المفروض ان هي تبقى بارميزان، بس من البديل بتاعتها جبنة الشيدر زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ مع بعض طريقة العمل. هنضرب مع بعض الصوص بتاع الريحان يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، ده ورق الريحان بس اهو، اللي احنا قلنا بيبقى اسمه صوص بيستو، ورق ريحان مغسول ومتنظف، على فكرة رخيص ومتوفر في الاسواق، وبيجي يا جماعة اطباق زي كده زي ما حضراتكم شايفين. ده طبق الروزماري، وده طبق الزعتر ورخيص جدا، ده سعر الطبق اصلا فيه حوالي 150 جرام ب 2 جنيه من السوق، يعني حاجه اقتصاديه مش غاليه، عشان الناس ما تقولش ان انت بتعمل حاجه غاليه، لا ده الحاجه دي اقتصاديه جدا. وطبعا الطبق بتاع الريحان فيه حوالي 150 جرام برده من السوق بحوالي 2 جنيه، يعني حاجه رخيصه جدا. عليه زيت زيتون، عليه حوالي 150 جرام او 200 جرام زيت زيتون. هي دي طريقه العمل بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. وهياخد ملح، ربع معلقه ملح. ادي صوص الريحان اهو قدام حضراتكم. بس كده هو هياخد دقيقه واحده. ده شكل صوص الريحان اهو اللي عملناه قدام حضراتكم بعد ما اتضرب. وهنبدا بقى ان شاء الله طريقه عمل صوص الالفريدو، وده الاساس بتاع المكرونه البنه والشرايط اللي هي الصوص الابيض. هنبدا مع بعض في طريقه العمل. هنبدا مع بعض طريقه العمل الصوص الالفريدو زي ما حضراتكم شايفين. زبده، معلقه ونص من الزبده اهي، هنزل عليها بالثوم، ادي معلقه ونص ثوم مفروم، نقلب كده بالراحه. الثوم يا دوبك تدبل بس شويه كده، احنا دوت الصوص ابيض ما فيهوش اي حاجه تغير لونه يا جماعه. المفروض ان احنا طبعا برضو نستعمل فلفل ابيض، بس الفلفل الاسمر بيبقى ليه تيست اعلى، فعشان كده انا مستعمل النهارده فلفل اسمر. ادي الفلفل، حاجة بسيطة، الملح قليل جدا عشان الماجي، التست بتاعه الماجي رهيب الماجي، بس نخلي بالنا من الملح عشان الصوص ده بيملح بسرعة جدا، لأن الصوصات البيضة بتملح بسرعة. هننزل معاه النص لبن ونص كريمة، ما بنضيفش هنا، ما بنحطش عليه الدقيق، احنا الدقيق عاملينه مع بعض البشاميل العادي الرو،
نص لبن ونص كريمه. في ناس بتحط التلت والتلتين، احنا هنا حاطين النص والنص، لان طبعا الكريمه معروفه غاليه جدا. الرودة اللي قلت لحضراتكم عليها قبل كده اهو، ده زيت ودقيق، بيشوف القوام بتاعه وبنربط بيه بعد الغليان. طبعا المكرونه قلنا لحضراتكم اهي نص تسويه بس، نص تسويه، والمكرونه البنه نص تسويه. اهم حاجه الصوص هنعمله دلوقتي قدام حضراتكم، ونبدا مع بعض طريقه العمل ان شاء الله. طبعا الصوص بيغلي قدام حضراتكم اهوت، هنسيبه لدرجه الغليان، وهنرجع نعمل الفراخ بتاعتنا، الفراخ البانيه. حطينا زيت، مكعب زبده، الفراخ بتاعتنا طبعا ديت زي ما حضراتكم شايفين دي متبله ببصل، واخده ملح وفلفل واعشاب، روزماري وزعتر اهي عشان يبقى التست بتاعها حلو. ديت الجرنش بتاعنا النهارده يا جماعه. نعمل الحاجه نبقى حذرين من الزيت جدا والزبده عشان ما نتلسعش. وطبعا في الفراخ المكعبات، بعد ما هنطلع بدي هننزل بالفراخ المكعبات نشوحها برده مع بعض. كل ده للطبق بتاعنا النهارده اهو. هتاخد الوش الاولاني ونقلب تاخد وش تاني. اهي زهره قدام حضراتكم. اهي. اهي. هنقلب على الوش التاني. خد التسويه اهي. ندي الوش التاني تسويه. طبعا بنعمل في اي حاجه متوفره عندنا يا جماعه، طاسه تيفال، صينيه تيفال، انا برجح دايما الصينيه ديت عشان تقيله، الارضيه بتاعت الصينيه تقيله فما بتحرقش الحاجه بسرعه اهي. هنبدا مع بعض ان شاء الله في طريقه التقديم بتاعتها. هنعمل مع بعض الفراخ المكعبات، هنجيب ونحط الفراخ المكعبات اهيت، فراخ المكعبات بتاعتنا هننزل بيها برده ما بتاخدش دقيقه، هنشوحها كده في الصينيه ونطلع بيها. بعد درجه الغليان يا جماعه، وطبعا احنا حاطين التوابل على طول، بنربط القوام بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، بننزل بالرو واحده واحده كده. احنا طبعا مش عايزينه تقيل جدا، يعني يا دوبك يربط حاجة خفيفة قوي عشان الصوص ده بيبقى ليكويد، بيبقى خفيف زي ما حضراتكم شايفين، لان هو من المكرونات اصلا بتربطه، يعني بتقله تاني. المكرونات فيها النشويات بتاعتها بيتقل، كل ما بيخف كل ما بيقعد كل ما بيتقل اكتر، عشان كده احنا مش هنخليه يربط جامد، يعني يبقى خفيف ياخد غلوة بعد الغليان شلناه. طبعا احنا دقنا الطعم ودقنا التست بتاعه اهو، يقلب غلوه كده ونشيله. ريحته طبعا يا جماعه والله رهيبه، ما بياخدش بلح جوز الطيب، التوابل اللي احنا قلنا عليها هو ده اللي احنا بناخدها مع الريحان، اساسي الريحان ده في اي مكرونه ايطالي. هي دي درجه اللي احنا وصلنا لها، هنرفعه من على النار. هنبدا طبعا طريقه العمل بتاعت المكرونه، ادي مكعب زبده وادي شوية زيت، مكعب حوالي 50 جرام، والزيت برضو 50 جرام. ادي المشروم بتاعنا، مشروم متقطع سلايز حوالي 200 جرام، وادي الزيتون. هنقلب كده، احنا مش هندبل المشروم قوي، يعني يا دوبك يتقلب في الزبدة بس، هياخد التوابل بتاعتنا. ادي الروزماري اساسي يا جماعه في المكرونات البيضاء، وادي الزعتر، سنه ناجي، فلفل اسمر، ملح، ده عشان غير الصوص هننزل التوابل ديت
غير الصوص، غير التوابل اللي بتسقي فيها بتاع الصوص عشان المكرونه. زي ما قلنا مش هندبل المشروم قوي، لان من سخونيه الصوص المشروم بيدبل، احنا مش عايزينه يدبل، عايزينه يبقى ظاهر. هننزل مع بعض اهو بنص كميه الصوص اللي عملناه قدام حضراتكم. طبعا الحله بتغلي، ده كله على نص كيلو مكرونه اهو. نوطي عليها النار شويه، ننزل بالمكرونه بتاعتنا، يا دوبك هتقلب تقلبتين ونرفعها اهو. نص تسويه بس يا جماعه، المكرونه نص تسويه. احنا ما حطيناش الفراخ لان الفراخ دي هتبقى جرنش، هنحط عليها صوص ابيض هتبقى جرنش اهي. هنحط شويه فيها معاها شويه، تاخد التيست برضو وتاخد الطعم اهي. وهنعمل المكرونه بينا مع بعض. هنبدا بعمل طريقه البنه اهو، شويه زيت، ادي مكعب زبده، انزل بشويه ثوم، نشوح كده بالراحه، انزل ببيت الخضار بتاعنا، ادي البصل، فلفل احمر، وادي فلفل اصفر، وزيتون ومشروم. فبننزل واحده واحده بس، ايه الناس تركز معانا في الخضار، انواع الخضار اللي موجوده. طبعا ممكن حسب الرغبه اللي حضرتك ممكن تزودي براحتك، ست البيت ممكن تعمل اي حاجه. نلف الخضار واحدة واحدة، وادي الزعتر، روزماري، هنا هنكتر سنة الملح شوية عشان الخضروات اللي احنا حاطينها، ملح، وادي الماجي، فلفل اسمر. زي ما حضراتكم شايفين طبعا احنا بنحط التوابل بالمقادير عشان التوابل ما تزيدش عن حدها، تقلب بطعم مش كويس. ومش كل التوابل اللي احنا بنحطها، احنا النهارده استعملنا بس ملح وماجي وفلفل اسمر، ما حطيناش حاجه تاني غير الزعتر والروزماري، دول اساسيات يا جماعه، الزعتر والروزماري والريحان اساسيات. زي ما حضراتكم شايفين اهو حاطين الخضروات بتاعتنا، وادي الريحان. حطينا ريحان على المكرونه الشرايط بس مش كتير، لان ديت ما تبقاش فيها الطعم كتير، لكن دي البنه بيتحط لها ريحان بيبقى الطعم باين فيها. زي ما حضراتكم شايفين طعمها باين كانه زي البيتزا بالظبط والله. هننزل بالمكرونه بتاعتنا، نقلب مع الخضار شويه، يا دوبك مفيش 20 ثانيه بس، وهننزل عليها بالصوص بتاعنا. هننزل بالصوص، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. صوص الالفريدو ما بيتغيرش، هو نفس الصوص ده اللي احنا عملناه النهارده، ما فيهوش اي تغيير تاني يا جماعه، ما فيهوش اي افتكاسات، ده زي ما بتعمل في الفندق والمطعم بالظبط. يبقى الصوص ليكويد كده شويه لان هو جاهز ومستوي، وطبعا في كل التوابل ودقناه وعملنا التيست بتاعه وكله. هنبدا ان شاء الله في طريقه التقديم معانا النهارده. دي النهارده طريقه التقديم معانا ان شاء الله، دي المكرونه الالفريدو مع المشروم والزيتون والفراخ، طبعا شفنا طريقه العمل، ودي البنه الالفريدو شفنا طريقه العمل، ودي طريقه التقديم معانا النهارده ان شاء الله.
يا رب الحلقة تكون نالت إعجاب حضراتكم. كل يوم جديد إن شاء الله مع الشيف سيد أبو الدهب في قناة الطهي للجميع. ما تنسوش إن شاء الله تفعيل الجرس واشتراككم في القناة ومشاركة الفيديو عشان توصل المعلومة للجميع، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. يا رب حلقة النهاردة تنول إعجاب حضراتكم، وشكرا ومع السلامة.